اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم تقبل صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم اجعلنا ممن يصوم رمضان إيمانا واحتسابا، واجعلنا ممن يقوم رمضان إيمانا واحتسابا، واجعلنا ممن يقوم ليلة القدر إيمانا واحتسابا. اللهم بلغنا ليلة القدر، اللهم بلغنا ليلة القدر، اللهم بلغنا ليلة القدر برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا. اللهم إنا عبيدك، بنو عبيدك، بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاءك، نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا. اللهم علمنا منه ما جهلنا، وذكرنا منه ما نسينا، وارزقنا تلاوته آمين.
وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، وسد الدين عن المدينين، وانصر الإسلام وأعز المسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وأهلك أعداء الدين، وأنجي إخواننا المستضعفين في كل مكان يا رب العالمين، وأنجي إخواننا المستضعفين في سوريا وبرما واليمن وفلسطين، وفي كل مكان يا رب العالمين، ورد المسجد الأقصى إلى رحاب المسلمين، ورد المسجد الأقصى إلى رحاب المسلمين، ورد المسجد الأقصى إلى رحاب المسلمين. اللهم ارحم جميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم ونقهم من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك يا ربنا من سوء الخاتمة.